والذكر يكون بالقلب واللسان، وهذه أعلى مراتب الذكر وأرفعها. قد ذكر العلماء للذكر ثلاث مراتب: الأولى الذكر بالقلب واللسان وهي أعلى مراتب الذكر، ثم الذكر بالقلب، ثم الذكر باللسان. وأعلى مراتب الذكر أن يشغل المرء قلبه ولسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يعين على ذلك التأمل في معاني الأذكار المشروعة والفهم لمدلولاتها، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس. وقد نبه السلف رحمهم الله تعالى على أهمية العناية بمعاني الأذكار ومدلولاتها. إذ إن كثيرا من الناس قد يأتي بألفاظ الذكر أو كذلك بألفاظ الأدعية المأثورة دون فهم لما دلت عليه، دون فهم لما دلت عليه. والنفع إنما يتحقق بتمامه للعبد إذا عني بفهم معاني الأذكار ومعرفة مدلولاتها. ولنتأمل في هذا قصة مفيدة، ألا وهي أن الفضيل ابن عياض، والقصة رواها أبو نعيم في الحلية في ترجمة الفضيل، رأى رجلا عنده شيء من التفريط فقال له: كم تبلغ من العمر؟ قال: أبلغ 60 سنة. قال: أوما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له: أو تعرف تفسيره؟ هذا موضع الشاهد. أو تعرف تفسيره؟ يعني هل تعرف معنى قولك إنا لله وإنا إليه راجعون؟ انظر هذا الكلام في زمن التابعين. قال: أو تعرف تفسيره؟ قال: وما تفسيره؟ قال: وما تفسيره؟ فكثير من الناس يأتي بالألفاظ يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن لو قيل ما معنى يقول: ما أدري. يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إن قيل ما معنى يقول: لا أدري. وهكذا في كثير من الأذكار والأدعية المأثورة. فقال له: أو تعرف تفسيره؟ قال: وما تفسيره؟ قال: إنا لله، أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي وأنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت الأذان تفضل، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. قال: وما الحيلة؟ قال: يسيرة، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي غفر لك، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. هذه القصة العظيمة تفيد
فائدة جليلة للغاية من حيث العناية بمعاني الأذكار والعناية بمعرفة مدلولاتها، ومن ثم تحقيق ما دلت عليه من إخلاص وتمجيد وتقديس وتعظيم لله تبارك وتعالى، أو استعانة والتجاء وتوكل عليه، أو غير ذلك مما تشتمل عليه الأذكار المأثورة من المعاني العظيمة والدلالات المباركة. وقد قال العلماء إن مجيء العبد بألفاظ الأذكار دون عناية بمعرفة مدلولاتها يكون ضعيف الفائدة وضعيف الأثر إن لم يكن عديم الأثر. والمصيبة أعظم والبلية أكبر إذا كان المرء يأتي بألفاظ الأذكار المشروعة وينقضها بفعاله، وهذه مصيبة المصائب وبلية البلايا، حتى إنه يوجد من الناس من يقول لا إله إلا الله، هكذا يشير بأصبعه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم إذا مد يديه يدعو قال مدد يا فلان، ملتجئا إلى غير الله سبحانه وتعالى، فينقض التجاؤه في دعائه لغير الله سبحانه قوله لا إله إلا الله، لأنه قالها وهو لا يعي ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإن لا إله إلا الله وهي أعظم الذكر وأفضله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله، وهي أعلى شعب الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وهو أرفع مباني الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على عظيم فضل هذه الكلمة وأنها خير الكلمات، كما قال عليه الصلاة والسلام خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلما وجد في الناس من يأتي بهذه الألفاظ، ألفاظ الأذكار المشروعة، دون فهم لمعناها ودون دراية بمدلولها، أصبح في فعال بعضهم ما ينقض ويصادم ما تدل عليه تلك الكلمات.